السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا إنشاء الوحدة الأولى للصف الخامس الإعدادي، وهو كتابة إنشاء حول احتفالية تقليدية في البلد الذي تعيش فيه. عندنا السؤال اللي يجيك بالامتحان: write an email or write an informal email. اكتب بريد إلكتروني غير رسمي، يعني اللغة اللي يستخدموها مو رسمية، حتى تكتب هذا البريد الإلكتروني لمن؟ إلى صديق عايش في بريطانيا. write an informal email. اكتب بريد إلكتروني غير رسمي to describe، لتصف a traditional celebration، لتصف احتفالية تقليدية. وين؟ in Iraq. to a friend in Britain. إلى صديق وين عايش؟ في بريطانيا. طبعا يقدر يجيب لك بالامتحان مو بريد إلكتروني، letter or postcard، يجيب لك بطاقة بريدية. اليوم عندهم شوية مرض عندي بهذا الصوت، شوية هم غريب، فراح ننزل هذا الدرس على مود يستفادون من عدة طلبة. عندنا الأجزاء الرئيسية بالبريد الإلكتروني هي from، من الرسالة، من من الرسالة. إذا أنت تدزها فتكتب اسمك to، إلى يعني المرسل إليه، from المرسل، المرسل عفواً، from المرسل و to المرسل إليه، فإذا أدز رسالة إلى مايك. subject هو الموضوع، طبعا احنا عادة ناخذها بالقواعد، subject يعني الفاعل، بس هنا معناها يعني موضوع الرسالة. hello from Iraq، مرحبا من العراق. hi Mike، أهلا بك يا مايك. شوف طبعا لو كان رسمي نقول hello، فنقول طبعا نقدر بالسبجكت نخليها، بس هنا أنا باللغة اللي راح أحكي بيها راح تكون غير رسمية. هاي مايك، مرحبا يا مايك. thanks for your email، شكرا لبريدك الإلكتروني. you asked me، هاي طبعا منا بعد تأذني لازم حافظ هاي التعابير، أو أنت تكتب إنشاء عن أي احتفالية تقليدية في بلدك، يعني ما عندنا مشكلة. thanks for your email، شكرا لبريدك الإلكتروني. you asked me، أنت طلبت مني، to tell you، لأخبارك، about، عن، a traditional celebration، حول شنو؟ celebration احتفالية، traditional تقليدية يعني تقليدي، احتفالية تقليدية. when in my country، في بلدي. I'm going to tell you، سوف أخبرك. I'm going to معناها سوف، tell you أخبرك، about عيد الجيش، عيد الجيش، الجيش العراقي. زين نجي على التفاصيل عن عيد الجيش. نقول every year، في كل سنة، on the 6th of January، كل سنة في السادس من شهر كانون الثاني، Iraqi government، الحكومة العراقية، and even، وحتى public people، والناس العامة، شبيهم celebrate، يحتفلون عفوا the anniversary، في الذكرى السنوية، the anniversary of establishing، لتأسيس Iraqi army، للجيش العراقي. this occasion، هذه المناسبة، can be considered، يمكن أن تعتبر، أو تعتبر، as an attempt، محاولة، to lionize، تكريم، the soldiers، الجنود، for their sacrifices، لتضحياتهم، بيش، and protecting، بحماية our land، بحماية أرضنا، and to show the enemies، لإظهار العدو، كي نظهر للعدو، our ultimate power، يعني ذروة قوتنا. زين نكمل المقطع البعد. furthermore، بالإضافة إلى ذلك، in this day، في هذا اليوم، there is a formal show، هناك عرض رسمي، on TV، for all kinds، لجميع الأنواع، of military forces، للقوى شنو؟ العسكرية، يعني جميع القوى العسكرية اللي نملكها، جوية، بحرية، برية. and people، بهاي المناسبة، used to، متعودين، give sweets، حلوى، and presents، وهدايا. it is a special day، إنه يوم خاص، for our nation، لأمتنا، because it represents، إنها تمثل، our unity، وحدتنا، and loyalty، وولائنا، for the country، للبلد. I wish you can tell me، يعني أنا أأمل أن تستطيع أن تخبرني، some details، بعض التفاصيل، about the British Army، حول الجيش البريطاني. شنو الأسئلة راح يسأل هي
بهذه الرسالة حتى يجاوب عنها، يعني دي يسأل مايك حتى يجاوب عنها. احنا قلنا الشخص اللي حاطيه افتراضي داز الرسالة علي، واللي المرسل إليه مايك. وين ديد تستابلش؟ من هو الجيش البريطاني؟ وين ديد تستابلش؟ ما اريد احنا بالامتحان يعني ما تكتب اجوبته، انت قاعد تسأل الشخص اللي قاعد تدز له رسالة. How many soldiers do you have؟ ايش قد عندكم جنود تملكون؟ بعد شنو؟ يقول له do you celebrate، هل تحتفلون the anniversary، بالذكرى السنوية of establishing، بتأسيس the British Army، بتأسيس الجيش البريطاني. write back soon، يعني اكتب لي قريبا علي. وطبعا هذا الإنشاء الخاص باحتفالية تقليدية تقام كل سنة كل سنتين حسب المناسبة في البلد الذي تعيش فيه. أي سؤال عندكم عن هذا الإيميل أو استفسار تقدرون تتركون تعليقات، وأنا إن شاء الله أكون بالخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.